بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني، يا من لا يخلف الميعاد يا الله. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، مقرين غير جاحدين، نشهد بأنه قرآن عربي مبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه، تنزيل من حكيم عليم، نزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شاهدا يا ديان يوم الدين. أوصل لهم ثواب ما قرأناه وأجر وبركات ما تلوناه من كتابك العزيز المنزل المنزل على لسان حبيبك وصفيك المصطفى الصادق المرسل، تحية واصلة ورحمة نازلة داخلة إلى روح وضريح محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وإلى أرواح الأئمة النجباء، وإلى روح شهيدنا الغالي علي نعمة، وجميع العلماء والشهداء، وإلى من قرأنا وختمنا لسببهم وجهتهم السعداء المتوفين من المؤمنين والمؤمنات. أنت ربي يا أنت يا ربي أعلم بهم وبأسمائهم. اللهم اجعل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والمسك والكافور والولدان والحور. انقلهم اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، في طلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. برد اللهم بالقرآن العربي العظيم مضاجعهم، سكن روعتهم، أنس به وحشتهم، نور به محلتهم، ما توك اللهم به من عمل صالح فتقبله منهم وضاعف لهم وما توك به من عمل سيء فتجاوز اللهم عنا وعنهم، واغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم، جازفهم في الحساب مجازفة ولا تناقشهم مناقشة. ولا تناقشهم مناقشة العذاب الأليم يا ديان يوم الدين. إننا إليك يا رباه راغبون وبك واثقون وعليك متوكلون، ومما عندك من الخيرات طالبون، فها نحن رفعنا أيدينا وأبصارنا لكرم وجهك الكريم، فلا تردنا خائبين وشفعنا سائلين ولو كنا مذنبين، بل نحن يا رباه مذنبون. حرم الله وجوهنا ووجوههم على النار أجمعين، وادخلنا اللهم وإياهم في الجنة آمنين، مزوجين من الحور العين،
مجوزين على الصراط المستقيم، لا خزايا ولا نادمين، واسقنا لهم وإياهم واسقنا اللهم وإياهم شربة من حوض سيدنا الأمين، بكف سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين، واجعلنا وإياهم من أهل دار دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على